طور من نفسك، ادرس، وما تقوليش الشغل واخد لي كل وقتي، ما بعرفش مثلا اعمل حاجة لشخصي. اللي عايز حاجة يعملها، الاهم من الرحلة والاهداف انك تستمتع بالخطوات بتاعتك في الرحلة. يعني انت رايح شغل عشان تجيب فلوس عشان تأكل عيالك، ده شيء عظيم، لكن الاهم من ان انت تسعى كل يوم في الطاحونة عشان تجيب فلوس، هتحس بملل، هتحس بقرف، هتحس بزعل، هتبقى تحس ان انت ماشي كأنك بنك فلوس عشان خاطر العيال وامهم. كل ده مش هو الهدف، لكن الهدف ان انت تستمتع بيومك. انا النهاردة صحيت بدري 5 دقايق قبل مثلا قبل المواعيد بتاعتي عشان هقرا حاجة مع كوباية القهوة. انا ايه اللي مصحيني 5:30 الفجر النهاردة وعملت سحلب ورحت جاي، قلت انا هقعد هعمل لكم حلقة جديدة، لاني بستمتع ان انا بعمل لكم حاجة جديدة ممكن البعض يكون عارفها وممكن البعض يكون محتاج المعلومة، فبحاول قدر الامكان ان انا اوفر المعلومة كذلك. لكن عارف طبعا ان انتوا كلكم ما شاء الله عليكم افضل مني. يعني كذلك انت في رحلتك اليومية هتصحى، اصحى نص ساعة بدري، عندك بتعمل وقت على النت كتير، اصحى بدري مثلا وفر وقت، او ان انت مثلا وفر من وقت الانترنت واقعد امسك كتاب اقرا حاجة. الوقت اللي انت هتوفره شوف بتقعد قد ايه على النت، هات برنامج يجيب لك عدد الوقت اللي مقضيه على الفيسبوك، وبدل ما تقعد تتكلم وتناقش كلام الناس وتفكر في كلام الناس، لا انت ابدع فكر. يعني اقرا لك حاجة، اتعلم حاجة لشخصك، اتعلم برمجة، اهتم بصحتك، هات اكل صحي وكل. مثلا بتخرج مستعجل وعايز تجري عشان تجيب سندوتشين الفول وبطاطس مقلية وتقول له اهو اي حاجة لحد ما ارجع، كل ده نظام صحي فاشل. صحتك بتبدأ من الحاجات البسيطة اللي بتعملها في يومك في روتينك. يعني السندوتش اللي بتاكله وبتقف عليه 5 دقايق عشان تجيبه، السندوتش ده فيما بعد ممكن يكون سبب أزمات قلبية وسبب جلطات، لأن الكوليسترول والزيت الكتير يكون سبب إن أنت جسمك بيتملي كوليسترول ضار وبيضرك. فعشان كده ال5 دقايق اللي أنت وقفت فيهم على المطعم أهو روتين بتعمله، ممكن أزود 10 دقايق وأعمل أنا بطاطس مهروسة في بيتي أو طماطم بجبنة بيضة قريش مثلا خالية من الكوليسترول، وأعمل السندوتشات بتاعتي في البيت وأطلع كل أنا عملته 10 دقايق بدري، ربع ساعة بدري، بس خدت أكل نظيف، غسلت خيار نظيف، طماطم نظيفة، وعامل وجبة صحية. بشرتك النهاردة من ضمن الحاجات المهمة، هتغذيها هتسندك فيما بعد. خطبت، هتلاقي واحدة تقولك ما شاء الله ده وشه زي البدر منور. اتخطبتي، هيبصلك ويقولك ايه ده البنت دي جميلة وشها كده عامل زي فلقة القمر. مش هيقولك دي بتستخدم كريمات او حاجات زي كده عشان تبييض البشرة وازالة الجفاف والكلام ده. الصحة بتيجي من التغذية المستمرة والاهتمام بصحتي كل يوم. عشان كده يا جماعة انا طولت عليكم في الفيديو النهاردة، اهتموا اللي انتوا يعني تاكلوا كويس، اهتموا بصحتكم كويس، واقروا ونموا عقولكم. اتمنى اكون في التوكو بحاجة جديدة النهاردة، واللي عنده سؤال ابعته، اللي عنده سؤال ابعته وشاركوني ارائكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك بقى. اي واحد قاعد دلوقتي يرزع لايك ويعمل اشتراك في القناة عشان خاطر اقدر اعمل لكم حاجة جديدة.